لكن رايك ايه في مسؤول الانديه؟ معلش يا جماعه، ايوه اللي يطلع يقول لك ايه، انا مرتبط بيوم معين، لو ما تستنفش دوري يبقى الدوري اتلغى من نفسه كده مثلا يعني. من مين؟ ايه؟ من مين؟ من نفسه؟ اه يعني لو الدوري مثلا ما رجعش يوم 14 15 ابريل فخلاص الدوري يبقى اتلغى. هو انا وانت والساده المشاهدين في مصر كلها وبلاش وفي العالم العربي كله عارفين ان في بعض المسؤولين بيقولوا كلام ما بينفذوهوش، فمش تشغلش بالك بالناس دي، دي رقم واحد. رقم اتنين، لا مش حته بشغل بالي، انا حته ان انا بتكلم في جزئيه خالد، ما انت الناس قاعده بتسمع، لازم تبقى الناس. هكمل. كل واحد بيدور على فكره الالغاء هو مستفيد منها، هو فاكر، هو فاكر خد بالك من دي ان هو مستفيد منها وبص تحت رجليه، انما النظره تحت رجليه دي تحس ان هو هيضرب طلقه في رجليه، هو مش واخد باله ان هو كده بيضرب طلقه في رجليه، هو مش واخد باله يعني. الغاء الموسم ده كارثه، انتوا مستعجلين الخراب ليه؟ هي الناس مستعجله الخراب ليه؟ الناس بره بتتمسك بنص فرصه لعوده النشاط، لعوده الكوره. انت دلوقتي لما تلغي النشاط يا سيدي، ما انت هترجع على موسم جديد، هتفرق معاك ايه انك تكمل الموسم من الموسم الجديد؟ طيب عشان اطمنك واقول لك انك لو لغيت الموسم كل فلوس الرعايه بتاعتك اللي انت ماضيها مش هتجيلك. بالظبط. وكل الاقساط اللي مستحقه ليك ومتاخره هتفضل متاخره، لان المفروض الراعي اللي بيرعاك مفيش اي مدخلات ليه تدخل. انا بقولها لك بالبلدي اهو، مفيش اي مدخل، يمكن تفهم يعني، ما مش انت اكيد اللي عايز يلغي يعني نقول ايه بس؟ مش ممكن كل شويه بنطلع نتكلم يا جماعه، انتوا دارسين الموضوع ده كويس؟ يعني هل انتوا بتتكلموا خلاص، ولا عشان فكره ان انت السنه الجايه هتشارك ضامن؟ خد بالك الناس اللي بتفكر كده، هو قال لك انا كده 100 100، انا كده ضامن السنه الجايه انا هشارك في افريقيا وخلاص. طب يا سيدي يا اللي عايز تلغي وبتنادي ان الموسم في المحل يتم الغائه، ما بتتناديش ليه بافريقيا انه يتلغي؟ ولا عشان انت في مكان تاني؟ ولا يعني نفس الفكره يا جماعه، لازم تعرفوا ان كل دول العالم اللي فيها انتشار الوباء اكتر من مصر بتدور على حلول ومتمسكه من هيد. عندك انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي قال لك احنا بندرس ان يكون في فتره انتقالات ثالثه استثنائيه عشان الموسم برضه يكمل. يا راجل عندك اتحاد دولي بيقول لك لازم الاتحاد يكمل، لما في بلجيكا لمحوا وقالوا ان خلاص احنا، لا اعلنوا، اما بقول لك لا قالوا لك خلاص مالكش دعوه بينا في المسابقات الاوروبيه بتاعتنا القاريه، مالكش دعوه بينا خلاص، مش هتبقى معانا، انديتك مش معانا، رجع في كلامه وقال لك لا خلاص انا معاكم. الناس كلها بتتصدى للفكره دي، وانت يلا يا عم يلا لم الكمين واحنا كده جبرت. ايه يا عم في ايه؟ اصله مش كمين. لكن اللي عايز ياكد عليه خالد معاك ان مصلحه الانديه بشكل كامل، ماليش دعوه بقى بتصريحات فلان او علان، مصلحه الانديه بشكل كامل هو استمرار واستكمال بطوله الدوري. مفيش عايز كده، هيبقى في اضرار اقتصاديه كبيره على كل الانديه. مفيش اي حد عاقل يقول غير كده. حلو. مفيش اي حد عاقل، عاقل بمعنى مش بقول الناس مجنونه يعني، لا عاقل يعني دارس الوضع، يدرك ان احنا في ازمه كبيره جدا لو تم الغاء الموسم.